الخويلدي الحميدي ينجو من قصف للنيت واستشهاد طفل في قصف للكتائب على منازل في مصراتة. أكثر من 20 ضابطا وجنديا في الكتائب ينضمون إلى الثوار ويعلنون أن نظام القذافي فقد المصداقية. محمود جبريل يجري محادثات في بكين، وليتوانيا ولاتفيا تعترفان بالمجلس الانتقالي. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة مفصلة من قناة ليبيا الأحرار، حيث سوف نتناول في نشرتنا اليوم آخر التطورات الميدانية، حيث انشق أكثر من 20 ضابطا وجنديا عن نظام القذافي الذي اعتبروه فاقدا للمصداقية. كما نتناول قصف الناتو الذي استهدف قصر زعيم مجازر الزاوية وزوارة الخويلد الحميدي، وكذلك أخبار عن سيطرة الثوار على قاعدة واو الناموس العسكرية ومطار الويغ العسكري. أما على الصعيد الدبلوماسي فسوف نتناول زيارة محمود جبريل إلى الصين ومحادثات وفد المجلس الانتقالي في عمان والنجاحات الدبلوماسية التي حققها المجلس، هذا إضافة إلى أقوال الصحف وعدد من الأخبار من ربع ليبيا. نبدأ بغارات لطائرات حلف شمال الأطلسي على أهداف في منطقة سرمان الواقعة إلى الغرب من طرابلس، حيث قالت مصادر الناتو إن طائراته قامت بعملية قصف مركزة طالت مقر قيادة وسيطرة رئيسي. أما علام القذافي فقد قال إن الغارة الجوية دمرت مجموعة أبنية ومنزلا يعود للفريق الخويلدي الحميدي، أحد أعضاء ما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة وأحد المقربين من القذافي، ما تسبب في مقتل 15 شخصا. وحسب مصادر مطلعة فإن الخويلدي الحميدي تمكن من النجاة دون أن يصاب بأي أذى، إلا أن القصف استهدف الموجودين بالمكان. من هو اللواء الخويلد الحميدي الذي استهدفته إحدى غارات الناتو؟ يقول الذين يعرفونه عن قرب إنه الشخصية الأكثر دموية في نظام القذافي، حيث يملك الحميدي قصرا في سرمان محاطا بأسوار عالية وحراسة أمنية مشددة، وتتوفر في المكان جميع وسائل الترفيه والبذخ من مسابح رخامية وأثاث مستورد ومقتنيات من الذهب وحديقة حيوانات. كما يتقلد الحميدي منصب قائد كتائب القذافي الأمنية الموجودة في سرمان، والتي كان لها دور كبير في قمع الثورة والثوار بمدن غرب ليبيا، حيث يعتبره الكثيرون بأنه المسؤول المباشر عن المجازر وعمليات الاغتصاب وقتل المدنيين وقمع المظاهرات السلمية في الزاوية وزوارة. هذا وقد نزح أو تزوج إذن السعدي القذافي بابنة الحميدي لربط المزيد من الأواصر بين عائلتي القذافي والحميدي. يتواصل مسلسل انشقاق المئات من الدبلوماسيين والعسكريين عن نظام القذافي، حيث انشق 22 ضابطا وجنديا عن كتائب القذافي وأعلنوا انضمامهم إلى ثوار 17 من فبراير بعدما فروا من لواء متمركز في منطقة القطرون جنوب ليبيا. وفي مؤتمر صحفي عقده المجلس الانتقالي في بنغازي أكد 4 من الضباط انشقاقهم عن النظام، قائلين بأنه فقد المصداقية ومعلنين أنهم تحت تصرف المجلس الوطني الانتقالي. وقال الضباط 4 الذين أظهروا هوياتهم للصحفيين إنهم هربوا من وحدتهم بمساعدة الثوار الذين ساروا بهم بمركبات في الصحراء على طول الحدود الليبية مع تشاد، وأضافوا أنهم قرروا الفرار كمجموعة قبل أشهر لكنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك لأن الكتائب كانت تحكم السيطرة على جنوب ليبيا، مشيرين إلى أن اعتقال قوات القذافي لضباط وجنود آخرين حال ربما من فرارهم خلال الفترة الماضية. في الوقت الذي تستمر فيه آلة القتل والدمار تمارس قصفها للمدن الليبية بوحشية مستهدفة البنى التحتية والبشر، ينشق رجال مما غرر بهم القذافي لمحاربة إخوانهم وأبناء وطنهم. عصابة القذافي لم ينج بالبطشية حتى الأطفال الذين أصابهم صاروخ من 3 صواريخ أدى إلى مقتل صبي في 13 من عمره وإصابة طفلين آخرين. صرح عم الطفل مصطفى القافور أمام أحد البيوت التي دمرها أحد الصواريخ أن الحادث وقع في منطقة الرويصات المجاورة لبيته.
قال إبراهيم نقاش أحد شهود الحادثة: كانوا 5 أولاد وزوز بنات وأمهم في أثناء وجبة العشاء، وأصابهم هذا الصاروخ وهم في غفلة من هذا. أبوهم في الجبهة غير موجود في جبهة القتال، وهذا ما حصل. فيما شهد يوم أمس الاثنين إعلان أكثر من 20 عنصرا من قوات القذافي رفضهم لأوامر الطاغية وانضمامهم للثوار. عندما استطاعوا الفرار من كتيبة كانت معسكرة في منطقة القطرون في الجنوب بمساعدة الثوار في المنطقة لعبور الصحراء على طول الحدود مع تشاد، حيث تم استلامهم من كتيبة الشهيد أحمد، وقالوا أنهم حاولوا الفرار منذ شهور ولكنهم لم يتمكنوا. ضباط وجنود آخرون حاولوا ولكنهم اعتقلوا. وفي مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي قال النقيب أحمد صالح التبوي: أمر القتل وأمر القتل وكذا، لكن ما ترحموش ولا قتل ولا ما تلقناش هو أمر مباشر يعني. لكن لو أمر تلقينا طبعا شدوا هديما جردان وهديما جردان وشدوهم يعني، ما يصفش فيهم كبشر يعني. أما الرايد لمين سيدي إبراهيم التبوي فأعلن: وأعلن من هذا المكان انشقاقي عن نظام القذافي الطاغية. وأعلن انضمامي إلى ثوار 17 فبراير وانضمامي للمجلس الوطني. وهذه صفعة أخرى يتلقاها القذافي من الرجال الأوفياء لوطنهم والذين أبوا أن ينصاعوا لأوامر الطاغية في مخططه الإجرامي لقتل إخوتهم وأهلهم وأن يوقفوا نزيف دم مواطنيهم. ومعنا حول هذا الموضوع من مدينة بنغازي مراسل قناة ليبيا الأحرار من هناك محمد زيدان. محمد، ربما أنت من الحاضرين لهذا المؤتمر الصحفي، من أين أو من أي مكان ينتمون هؤلاء الضباط الذين فروا من جنوب ليبيا إلى المناطق المحررة في شرق ليبيا؟ هم في البداية هي طبعا ورقة أخرى يعني سقطت تنقفها أيادي ثورة 17 من فبراير من هذا الفصل الذي أعصر كتاب القذافي يعني. فبعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية خاصة شهدتها المدن الجنوبية والانشقاقات السياسية والعسكرية التي حدثت، خرجت هذه الصورة في مؤتمر صحفي معلن في مادة ثورة بجديد بنغازي لأبناء الجنوب من الضباط الشرفاء الذين انشقوا عن نظام القذافي وعن كتائبه. لكن المناطق لم تحدد بعد يعني من أين ينتقوا، لكن هم خرجوا بمساعدة الثوار في المدن المحررة الجنوبية مثل مرس وقطون المحررة. القائمة بطبيعة الحال ضمت 22 ضابطا من الضباط الشرفاء الذين انشقوا عن كتاب القذافي في المناطق الجنوبية، ولكن لم يعلنوا عن أسمائهم بعد عدا الضباط الذين ظهروا في المؤتمر الصحفي مساء أمس. إلى أي ربما يعني دعنا نقول من أي سلاح هم ينتمون؟ سلاح بري جوي يعني؟ هل ربما تحدد لنا؟ نعم، في سؤال وجهته إلى النقيب محمد أحمد صالح تبوي وهو الذي تحدث في المؤتمر الصحفي، ذكر أنهم ينتمون إلى جهات مختلفة، فبعض منهم ينتمي من منتسبي الأمن العام بالمناطق الجنوبية والبعض الآخر في الجيش، ولكنهم أرغموا على القتال وكتائب القذافي في المناطق الجنوبية وانضموا تحت لواء الجيش أو كتائب القذافي بالأحرى. طيب ماذا عن المجلس الوطني الانتقالي أو بالأحرى الجيش الليبي من بعد انضمام هؤلاء الضباط؟ حقيقة لم نشهد أي موقف داخل المؤتمر الصحفي، ولكن ما دار قبل المؤتمر الصحفي هو الترحيب بالمجلس الوطني الانتقالي وأيضا الترحيب من قبل المجلس العسكري بهذا الانشقاق ويعتبره نصرا، خاصة إذا اعتبرنا هذا الانشقاق هو من المناطق الجنوبية أو من مهد القذافي كما يذكر يعني في مناطق الجنوب مثل سبها وغيرها ومناطق الكفرة.
المجلس العسكري لم يظهر في المؤتمر الصحفي، ولكن حسب حديث صحفية أجريناها مع بعض الشخصيات العينية في المجلس العسكري أنهم يرحبون بهذا الانشقاق، وهم فرحون جدا لهذا النصر الذي تحقق من قبل أخوتهم في المناطق الجنوبية. لكن هم أعلنوا الضباط بأنهم تحت إمرة الجيش، يعني الجيش ماذا ربما سيطلب من هؤلاء الضباط؟ نعم ربما سنكتفي بهذا القدر معك محمد زيدان.